أجمل تحية لكم مشاهدينا الأعزاء، وأهلا بكم إلى هذه الحلقة من برنامجكم رياضيون بلدي. يسرنا أن يكون ضيف هذه الحلقة الأستاذ شادي جبور، وهو رئيس فرع الاتحاد الوطني لطلبة سوريا لمعاهد اللاذقية. هذا الفرع الذي تميز بنشاطاته الثقافية والاجتماعية والرياضية، وكان آخرها البطولة الجامعية المركزية التي استضافتها اللاذقية. نرحب فيك أستاذ. أهلا وسهلا فيك أستاذ. نحن نوهنا إلى أنه تميز الفرع بمجموعة كبيرة من النشاطات، فهيك حبذا لو بالبداية تعطينا فكرة عن الفرع وما يقوم به. طبعا بالبداية نوجه تحية لجيشنا البطل بمناسبة عيد الجيش العربي السوري المصادف 1 آب، لضباط الجيش العربي السوري وصف الضباط والأفراد، للسيد الرئيس اللي هو القائد العام للجيش والقوات المسلحة، وندعي لهم بطول العمر ونحن معهم وواقفين جنب جيشنا، وان شاء الله منتصرين باذن الله بهمه ابطال جيشنا. طبعا نحن فرع معهد اللاذقيه الاتحاد الوطني لطلبه سوريا، نحن فرع من فروع الاتحاد الوطني لطلبه سوريا الداخليه داخل سوريا. بيتالف فرعنا من 12 هيئه اداريه تابعه لمجال عمل الفرع، بالاضافه للاشراف بيكون من قبل قياده الفرع اللي موجودين نحن 7 زملاء اصلاء و5 احتياط مشكل قياده الفرع. طبعا كفرع في عندنا عده نشاطات، في عندنا نشاطات أعمال وطنية، في نشاطات بيئية، في نشاطات توعية صحية، نشاطات رياضية على مستوى المعاهد التابعة لمجال عملنا ضمن المحافظة، بالإضافة لنشاطات كمان رياضية لسباقات الماراثون أو سباقات الجري اللي هي تجري فيها ضمن شوارع مدينة اللاذقية، بالإضافة لمشاركاتنا العديدة بنشاطات المركزية على مستوى الاتحاد لجامعات ومعاهد القطر. هلا كان اخر نشاطاتكم تنظيم البطوله الجامعيه المركزيه، كان في مشاركه 9 جامعات، عدد يعتبر ضخم نوعا ما، فبدا الحكايه نوع من التنظيم لانجاح البطوله، والحمد لله كانت ناجحه. أكيد. من الجهات اللي تعاونت مع فرع الاتحاد الوطني؟ طبعا البطوله التي اقيمت من 25/7 لدى قايه 28/7 بالعاب القوى الجري والسباحه، هي من تنظيم مكتب التنفيذي الاتحاد الوطني لطلبه سوريا، مكتب النشاط الرياضي المركزي، وهي صارت مثل روزنامه سنويه. يعني هيدي للعام الثالث على التوالي نستضيفها كفرع، نستضيف فيها زملائنا واخواننا من فروع الاتحاد بالجامعات والمعاهد بكافه انحاء القطر. السنه كان العدد الفرق المشاركه واللاعبين المشاركين عدد كبير. كان عدد المشاركين مع بالاضافه لفرعي معاهد اللاذقيه وجامعه تشرين، كان عدد المشاركين بحدود 106 مشارك بالجري وبالسباحه. طبعا الجري كان لعده مسافات، وسباحة لعدة مسافات. مين تعاون معكم أستاذ شادي؟ طبعا تم التنسيق قبلنا كاتحاد مع فرع الاتحاد الرياضي باللاذقية وإدارة مدينة القائد المؤسس حافظ أسد الرياضية لتأمين الملاعب والكوادر التحكيمية والطواقم الفنية والإشراف، وخاصة كان في نشاط بمجال ألعاب القوى هو جري، طبعا احتجتوا لمضمار ملعب أكيد. الباسل كيف كان بصراحة المضمار؟ يعني كان جيد جاهز لاستقبال نشاط بهالضخامة؟ بناء على توجيهات المكتب التنفيذي للاتحاد وقيادة فرع حزب البعث باللاذقية مكتب الشباب الفرعي، تم تجهيز مضمار الباسل قبل البطولة تقريبا شي 10 أيام. تم تعزيله وتنظيفه وتجهيز الملعب والمضمار، والأخص أنه في عنا عدد من السباقات اللي هي نفسها بتكون سباقات على مستوى العالم، إن كانت في بطولات أولمبية أو إن كانت بطولات العالم أو حتى على مستوى بطولات المحافظة. تم تجهيز الملعب وتأمينه. طبعا هيدا نوجه شكر للاتحاد الرياضي بفرع اللاذقية لتأمينه الملعب والكادر التحكيمي والطاقم التحكيمي، كمان فتحوا لنا المجال لحتى فرقنا كان لنا أو لجامعة تشرين حتى نباشر الاستعدادات أو التدريبات قبل البطولة. قبل البطولة نعم. طبعا كانت الملاعب كلها جاهزة، حتى المسبح كمان كان جاهز. المسبح قبل. كيف كان كمان تجهيزه؟ كمان تجهيز المسبح طبعا كقيادة فرع وكمكتب نشاط رياضي فرعي بفرع معهد اللاذقية اجتمعنا نحن مع اللجان الفنية قبل البطولة 10 أيام ورتبنا كل المواضيع. كمان الملعب
أو المسبح بمدينة القائد المؤسس حافظ الأسد الرياضية. نعم. تم تجهيز المسبح كمان قبل البطولة بعدة أيام، وتم تأمين كل المطلوب وخصوصا الفواصل أو الحارات. نعم. ضمن المسبح. نعم. حتى المسبح بده ممكن نوعا ما يعني بعض الشروط الإضافية غير الأستاذ أو غير المضمار، يعني بده يكون تعقيم، بده يكون جاهز، هالنواحي كانت كلها على أتم وجه وأكثر ما كنا متوقع كمان. نعم نعم. وبالتالي استقبلتوهم بشكل لائق وحضاري. أكيد طبعا، ودائما بطولات اللاذقية أو البطولات التي تقام باللاذقية إلى طابع غير طابع اجتماعي، طابع نعم. فني، طابع تأخذ عدة نواحي، ودائما بيكون فيها عدد المشاركين عدد كبير، لأن هي ألعاب القوى هي أم الألعاب. صحيح. تعرف حضرتك، وعم تحكي أنه العام الثالث على التوالي، العام الثالث على التوالي. نعم. هذا بيعكس أنه فعلا عم تقام البطولة وعم تنجح، وبالتالي عم يشجع قيادة الاتحاد الوطني والمكتب التنفيذي لجعل اللاذقية هي قبلة المشاركات الجامعية. طبعا مستغل هاي الفرصة انه نتشكر قيادة الاتحاد الوطني لطلبة سوريا ممثلة بالدكتور عمار ساعاتي رئيس الاتحاد واعضاء المكتب التنفيذي وخصوصا مكتب النشاط الرياضي المركزي، اللي هن عم بيصروا بشكل دائم خلال مدار العام كامل إقامة بطولات مركزية. طبعا تقريبا كروزنامة رياضة بحدود الشهر ونص للشهرين في بطولة مركزية، إن كان بدمشق أو إن كان بحمص أو إن كان بمدينة اللاذقية. هلا مشكورين الفرع الاتحاد الرياضي باللاذقية وكذلك إدارة المدينة الرياضية بتوفير كل ما يلزم لإنجاح البطولة. أنتم كجامعة، يعني بغض النظر عن الجهات اللي قدمت كل هذا الدعم لإنجاح البطولة، أنتم كجامعة شو الصالات الموجودة وهي ملك للجامعة فقط؟ طبعا ضمن الجامعات الحكومية في النوادي الرياضية اللي هي بتكون عبارة عن صقل مواهب زملائنا الطلبة ضمن المرحلة الجامعية أو ضمن خلال دراستهم الجامعية، هي عبارة عن صالات مجهزة ممكن للتايكواندو، للكاراتيه، للألعاب الفردية. طبعا هي بتسمح تدريب زملائنا الطلبة خلال فترة الدراسة ومن خلال التدريب طبعا والبطولات الفرعية اللي بتصير ضمن النوادي أو ضمن الجامعات أو ضمن المعاهد بيتم تشكيل النواة أو المنتخبات المركزية الخاصة بكل فرع بفروع الاتحاد. يعني بتوفر هاي الصالات بصراحة الحد الأدنى للمتابعة فيما بعد، يعني أدنى وأكثر من الأدنى، يعني تقريبا يعني النوادي الجامعية بشكل عام هي تجهيزها عم يكون تجهيز جيد. طبعا في بعض النوادي بعض الألعاب عم يتم تجهيزها تجهيز جيد جدا، يعني حتى الاتحاد الرياضي ما في هيك صالات. مثل شو ما أستاذ؟ في مثلا النادي الرياضي الجامعي بجامعة دمشق يعني تم تجهيزه بتجهيزات ومعدات حديثة كصالة حديد وكأبساط خاص بالألعاب القتالية. نادي جامعة تشرين عم يتم تجهيزه كمان حاليا، رح يكون يتم تجهيزه كمان كنادي مثالي بيرتقى بالمستوى المطلوب. يعني حلو. هلا مين مسؤول عن هاي القصة تجهيز الملاعب موجودة بالحرم الجامعة؟ الاتحاد الوطني طلبة سوريا بالتنسيق مع رؤساء الجامعات أو الجامعات الحكومية. نعم، يعني بشكل عام وزارة التعليم العالي رح تراسلوها أنتم كمان. نحن كفرع حابين كمان هيك نوجه شكر لفرع جامعة تشرين لاتحاد الطلبة ولرئاسة الجامعة اللي قدموا لنا السكن الجامعي لحتى صادفنا فيها زملائنا وإخواننا من بقية المحافظة. نوصل على البطولة أستاذ، هي ما شاء الله مشاركة 9 جامعات، فشو رأيك نحن نشوف استطلاع أجريناه بيتضمن بعض الفعاليات وخاصة بالسباحة ومتابع حوارنا بعدين؟ ما في مشكلة. مشاهدينا مع هذا الاستطلاع عن البطولة الجامعية المركزية. أستاذ وسام، السباحة بسويداء كيف مستواها؟ لك مستواها مقارنة مع باقي الفروع من الجامعات والكليات والنوادي طبعا متقارب المستويات، الظروف شوي. هلا هون احنا عايشين بلحمه وطنيه، يعني بالسويدة مش على تقيب بكل بساطه، ما في مشكله. فعاد في هناك مستويات من السويدة واللاذقية وطرطوس ودرعا. تمام. النادي العربي محافظه السويداء نادي يقوم على تدريب الطلبه بالنهايه، والجيل الصاعد بتدربه يشارك بالبطولات ويجيب مراكز سوريا، واذا الله راد يشارك خارج سوريا ويجيب مراكز اجمل للاطفال. استاذ، بالنسبه للسباحه موجوده بالنادي وحاليا هي البطوله الجامعيه، يعني في اسماء احيانا من هون عم تبرز خامات كويسه بترجع ترفض النادي؟ هلق تماما، هلق في خامات اكيد عم تكون من النوع الممتاز، وهي بالاساس رح تكون هي مشاركه. هلا هن الطلبه تمام، هلا قلنا نحن قبل ما نجيبهم على اي بطوله رح يكون في يعني بيكون مشارك 20 مقدم اسماء 20 واحد. نحن بننقل ممتازين والافضل من 4 لاعبين طالبين منا من البطوله المركزيه، 4 ليشاركوا بهذه بنجيبهم فورا وبكون لهم مشاركه. مستوى السباحه في ادلب كان يعني في المراتب المتقدمه في الاوان الاخيره،
وفي عندنا بعض المنشآت الرياضية، في عندنا مجموعة من المسابح تتوزع على عدة مناطق في محافظة إدلب، وكان للسباحة دور كبير بمحافظة إدلب. تعاون إنه مع نحن مع جامعة تشرين في الأمور التنظيمية في السكن ولها، وكأمور ملاعب وشو اسمه اللاعبين، تعاون إنه معنا نحن، والتعاون مع الاتحاد الرياضي اللي زي أمننا إنه المسابح والملاعب كلاته. أنا بنادي الاتحاد حلب وحاليا مقيم بالشام، وبنزل على اللاذقية مشان الجامعة، بس مقيم بالشام ضمن معسكر تدريبي تحضيرا لبطولة عالم بإيطاليا دورة المتوسط. بطولة العالم بإيطاليا أكيد رح يكون فيها مستويات أكبر من مستوى قارة آسيا، كيف الاستعداد وشو توقعاتك؟ طبعا هلا بالعادة بطولات آسيا بيتغلبوا علينا بالدراجة، بس هاي المرة بإيطاليا رح تكون سباحة وجري، فإن شاء الله رح ننافس إن شاء الله، لأنه عم تمرن ومنحضر منيح. تمام أخي صلاح، أنت بطل العرب، يعني عندك إن شاء الله هيك مستقبل طموح إنه مثل جلال مثلا توصل لمراحل جلال؟ هلا أنا عندي طموح أصير بطل آسيا وبطل عالم، بس إنه هون ما في مقومات، ما في مساعدة، بدها شغل كتير، بدها تعب كتير، بس إن شاء الله خير. نحن بنطمح لقدام وإن شاء الله خير. نحن كطرطوس بصراحة ساتنا فقيرين بموضوع الأندية، موضوع المسابح. معظم الشباب اللي من محافظة طرطوس أو من الأندية هنا الشباب متعودين على السباحة بالمي المالحة بالبحر، فتشكل شوية صعوبات عليهم السباحة بالنادي. أنا كنت بطل جمهورية بالفئة الناشئين، وهلأ بالجامعة بدنا كمان مع الاتحاد الطلبة مشاركين بالفعالية تبعية عم تحاولوا هيك الأجيال الصغيرة يعني تساهموا إنه تطور السباحة. تمام، هلأ نحن بطرطوس بما أنه صار لي 5 سنين عم أدرس بطرطوس، بلشنا ننشئ جيل يتعلم السباحة على أصولها بشكل التكنيك الصحيح للسباحة، وحتى هلأ أنا بلشنا بأكاديمية معلة تبعية البطل لبنى معلة، فاتحة فرع السنة بطرطوس مشان يتعلموا الأطفال، ننشئ جيل من الصفر لحتى يكون في عنا أبطال وأرقام قياسية، ويكون في عنا مشاركات فعالة بطرطوس، لأن المحافظة طرطوس هي محافظة فقيرة بالسباحين، مع أني موجود الشاطئ البحري، ولكن ينقصنا مدربين، الكادر التدريبي شوية ضعيف. المستوى ممتاز والتدريبات دايما قائمة رغم الظروف اللي عم نعيشها، بتعرف في الاهتمام الأندية كلها، جلاء الاتحاد، والحمد لله يعني الاهتمام لساته موجود. هلا انا ما بدي اقول لك حنكون من المتفوقين، بس مستوانا حيكون مميز، في صبيه من الصبايا المعنى اكثر من رائعه، وان شاء الله اليوم يعني املنا انه تجيب ذهبيه. بالانديه ممارسه اللعب بالانديه ولا بالجامعات اكثر؟ جيده، هي تراجعت بالفتره الاخيره، بس هلا من جديد يعني في ضغط ان شاء الله على هالمستوى. هلا نحن ترتيبنا الثالث او الرابع بنطلع بسباحه، بس باقي الالعاب عندنا ترتيب اول وثاني اكثر. شو الألعاب الثانية غير سباحة تلعب فيها؟ ريشي، منلعب ريشي طائرة، وكرة يد، وفي عنا بسلي. هلأ نحن إن كليتنا رياضة بيعلمونا 3/4 الألعاب، بيكون عنا خبرة جيدة فيهم، وبهذا الشيء بأهلنا نحن نشارك بكذا لعبة. مستوى السباحة عنا أبطال هني جمهورية، هني منتخب من منتخب سوريا، اثنين الزميل وليام والزميل غايس، هدول أبطال جمهورية. عنا من البنات كمان بطلة جمهورية سابقة اسمها جورجيا، هي طالبة ماجستير، وأختها كارول كمان بطلة من مراتب متدنية أكثر. هلأ الجري شوي إنه في أقل، لأني ما في اهتمام هنيك، وخاصة بعد ما راح استاد حلب ما بقى في محل نروح نحن فيه. نبلش من عند فرع السويداء وسام زهر الدين، تحدث عن انه هي النشاطات الرياضيه الجامعيه يعني ما عم يصير ضم جميع الخامات الموجوده الى الانديه، ففي عندهم فرض النادي العربي يعني ما فيها التنسيق الكبير بين الانديه وبين الجامعات لاستقطاب الخامات. هلا نحن كاتحاد طلبه نعم. الغايه هي صقل مواهب زملائنا الطلبه من خلال سبر مواهب الزملاء خلال العام الدراسي نعم. من خلال بطولات فرعيه على مستوى الفروع وإقامة مباريات أو بطولات على مستوى المحافظة أو مشاركة مركزية.
الغاية من أو الهدف من هذه البطولات هو تنمية مواهب زملاء الطلبة. نعم. بما يتعلق بالجانب الفني أو بصقل موهبة الزملاء بحيث يكمل بعدين، يعني مثلا بحيث يكمل بعدين من الأندية. هذا الأمر بيعود للأندية، لأن أي بطولة تقام فنحن عم تندعى عليها الأندية من خلال الاتحاد الرياضي، لأن عم تم إعلام الاتحاد الرياضي بكتاب من قيادة الاتحاد الاتحاد الرياضي بمواعيد إقامة البطولات، وبالتالي الأندية كلها بتعرف، فالأندية بتعرف، فالبيحب طبعا من الأندية يجي يتفرج على سباحينا أو إن كان بكرة القدم أو بالطائرة أو بالسلة أو بالريشة أو بأي لعبة من الألعاب الثانية نحن ما عندنا مشكلة. وبالتالي نطلع نحن برا موضوع النادي العربي والسويداء وبنوصل لأنديتنا بالساحل، يعني أكيد يعني لما بنعمل هيك بطولة وعلى هذا المستوى ومشاركة 9 جامعات و109 لاعبين مثل ما ذكرت قبل شوي حضرتك، يعني فرضا المفروض نادي تشرين، نادي حطين، نادي جبلي، الأندية الضخمة في المحافظة يكون في ممثلين طبعا لتجذب لتجذب اللاعبين المميزين. صحيح. بعد ما يخلصوا دراستهم أو يطلعوا من حتى خلال دراستهم كمان أو على خلال دراستهم هنا بيشاركوا باسم اتحاد وطني طلبة سوريا. طبعا إذا كان في تمثيل لبلدنا في الخارج الاتحاد عم بيشارك كمان ببطولة الجامعات العالمية في حال كان في بطولات ودعينا عليها كاتحاد. مثل ما قلت لك الأندية فينا يستغلوا الفرصة لأن الخامات هي موجودة بالمعاهد والجامعات. صحيح. يعني حتى العمر كمان مناسب جدا، العمر مناسب، ففينا يستغلوا هذا الموضوع من خلال البطولات المركزية، يشاهدوا اللاعب مميز ويجذبوه للنادي في حال تخرجه أو تركه للدراسة يكفي مع الأندية. صحيح. يعني أنا راح أذكر لك بس مثال صغير، مثل نادي حطين، في بعض اللاعبين اللي هن بيلعبوا بنادي حطين وكانوا مميزين وانضموا لصفوف المنتخب كانوا يلعبوا معنا بمنتخباتنا كفرع معاهد. نعم. مثلا في اللاعب محمد فارس، حسام عكرة، ياسر عكرة، كثير من الاسماء واللاعبين الممتازين كانوا يلعبوا بصفوف الاتحاد خلال دراستهم انتقلوا للعب بالانديه تاعت الساحل. رح نحكي بجانب محافظتنا على مستوى اللاذقية، لعبوا بنادي جبلة ولا بنادي تشرين أو نادي حطين وضموا لصفوف المنتخب وكان لهم بصمة، كان لهم بصمة. نعم. بس هن كانوا بالأساس لاعبين طلاب. نعم نعم. حتى هذا الموضوع ممكن يتوسع فيه أكثر، يعني التنسيق مع معاهد اللاذقية وكذلك مع جامعة تشرين وكذلك حتى مع وزارة التربية، يعني حتى الرياضة المدرسية هو موضوع أشرنا إليه أكثر من مرة. كمان عم تأخذ أنت الخامة وهو طفل، ثم بعد ذلك يتدرج حتى يصير بفرضا بالجامعة، وبالتالي يغير فئته من أشبال حتى ناشئين ثم شباب وهكذا. يعني كمان هون نحصل على أفضل الخامات الموجودة. أكيد. نعم. أكيد. في كمان حديث للكابتن محمد ماسا وهو من أفضل لاعبين سوريا بالترياتلون، ولفت نظري أنه ببطولة طبعا هم من أبطال العرب ما شاء الله، حتى المنتخب السوري توج بالمركز الأول، فرفضوا الشباب يتوجوا تحت، يعني فرضوا عليهم أنه يتوجوا تحت علام الجامعة العربية، فكان في موقف مبدئي كما عودنا السوريين دائما خارج سوريا موقف مبدئي وهو يرفض التتويج إلا تحت راية العلم السوري، ولكنهم أبطال وأحرزوا المركز الأول. أكيد طبعا نحن كسوريين بالدرجة الأولى وكاتحاديين ضمن اتحاد الطلبة نحن بتجري بدمنا العروبة السورية. نعم. وحبنا لوطننا، هذا الشيء بنتعلمه نحن من أول يوم ندخل فيه لقاعات أو مقاعد الدراسة، إن كنا في الجامعات أو في المعاهد، وبنرفض أنه نحن نشتغل إلا تحت راية الجمهورية العربية السورية وعلم الوطن اللي هو بيمثلنا الأحمر والأبيض وأسود والجمتين الخضراوتين. وما بنقبل إن كنا مشاركين ضمن صفوف المنتخب الوطني أو ضمن رياضتنا الجامعية إلا نحن نكون تحت راية بلدنا وتمثيلنا باسم الجمهورية العربية السورية بعلمنا. نعم. اللي نحن نفتخر فيه، والإضافة لقائدنا وسيد الوطن. نعم. لأن نحن عندنا السيادة الوطنية هي خط أحمر. نعم. وهذا بدل على التربية الفعلا الصحيحة، مع أنه الشباب أحرزوا المرتبة الأولى. وكمان بيربط بحديثك قبل شوي أنه عندكم بعض الخامات اللي ذهبت الى الانديه وبصمت في الانديه، وهذا الدليل على انه محمد ماسا من كمان من لاعب المنتخب وعم يشارك بالبطوله. أكيد. الجامعيه. كمان في صلاح زيدان ايضا بطل العرب بالسباحه، يعني كمان هذا عندكم طبعا الزميل صلاح زيدان. نعم. هو طالب معهد المصرفي، المعهد المصرفي تابع لمجال عمل فرعنا، وهو لاعب او سباح على مستوى الوطن العربي واسيا،
كل سنة عنده بصمته بيبصم. نعم. وبحب أوجه له التحية لأن السنة شارك معنا بالبطولة وكان بيعاني من إصابة بسيطة بالظهر، ورغم هيك شارك وأحرز كمان نتائج جيدة إن كانت بمركز أول ببعض السباحات ومركز ثاني بسباحات ثانية. بنوجه تحية للسباح صلاح زيدان وكذلك لمدربه الأكبر، و يعني الله يعطيه الصحة كمان الكابتن جلال زيدان وهو بطل عالم في السباحة، أيضا بصم باسم سوريا مرات عديدة. يعني بعتقد عائلة زيدان معروفة على مستوى محافظة اللاذقية والعالم، أصبح جلال زيدان خلال جلال زيدان صلاح زيدان رميلة زيدان، زيدان. نعم. عائلة كبيرة جدا بالسباحة. نعم نعم. كمان في من طرطوس هادي إبراهيم تحدث عن أنه يعني ما وضع هو أفضلية للمحافظات الساحلية اللي فيها شط بحري على المحافظات الثانية، بل على العكس قال أنه السباحة بالمياه المالحة قد تكون عامل معرقل، يعني الشباب الثانيين متعلمين على المسابح، يعني بعض المحافظات غنية بمسابح أكثر من محافظات الساحل. هو عم يتحدث عن طرطوس، باللاذقية الحمد لله في مسبح، عم يتحدث عن طرطوس ما في مسابح للدولة. يعني طبعا السباحة ضمن البحر هي مختلفة جدا عن السباحة صحيح. داخل الصالات. بتأيد وجهة نظري بهذا الجانب. السباحة البحرية هي لمسافات طويلة، يعني اللاعب ما له مضطر يأول عملية الدوران أو عملية الفتل بنهاية الخط ويرجع مرة تانية، لأن السباحة البحرية هي سباحة مسافات طويلة، عنده خط بداية خط نهاية. نعم. أما السباحة ضمن الصالات فهي أنت محصور بإطار معين، عندك ممكن يكون سباق مثلا 100 متر انت تروح 4 مرات بالحارة تعمل عملية دوران وترجع، هيدي بتدربها لاعب او السباح اللي بتسبح ضمن المسابح او ضمن الصالات. نعم. اما سباح البحري فهو لمسافات الطويلة عنده نقطة بداية ونقطة نهاية معروفة وين هي. في كمان احد المشاركات تحدثت عن انها هي تجيد مجموعة من الالعاب، واشارت الى ناحية انه ممكن دراستهم الاكاديمية بالتربية الرياضية عم يطلعوا على بعض القوانين النظرية للالعاب، يعني شو رأيك شو دور الدراسة الاكاديمية بتطور اللاعب لاحقا؟ هلا اكيد هلا في الجامعات او الفروع اللي هي فيها ان كان معاهد رياضية او كليات تربية رياضية، هذا الشيء بيساعد كتير للاعبين. نعم. لان بيطبقوا دراستهم الاكاديمية من خلال تدريباتهم العملية، وبيطبقوها بشكل كامل أكثر من خلال البطولات اللي بنظمها الاتحاد، لأن الفروع اللي فيها كليات أو فيها معاهد تعتمد على طلاب الأكاديميين اللي هن تربية رياضية. نعم. فخلال البطولة فينهم يطبقوا أو خلال البطولات الرياضية المركزية فينهم يعملوا الحالة الدراسية اللي أخذوها إن كانت نظرية أو شبه عملية وتطبيقها عملي كامل ضمن البطولة. نعم. طبعا هذا الشيء بيساعدهم وبيساعد لاحتكاك زملائهم اللي هن مالهم طلاب أكاديميين من بقية الفروع اللي ما فيها كليات تربية رياضية أو معاهد رياضية. نعم. كيف بتصنف أستاذ مستوى البطولة هي، وخاصة أنتم ما شاء الله لكم تاريخ باستضافة البطولات هي ثالث سنة على التوالي اللاذقية وصارت مثل الرزنامة الثابتة، يعني كيف بتصنف مستوى هاي البطولة مقارنة بالبطولات الماضية؟ في أرقام لفتت نظركم؟ طبعا البطولة العام الحالي شهدت منافسة قوية جدا. نعم. تميزت بالأداء العالي والمستوى الفني العالي. نعم. من خلال مثل ما حكينا السباحين اللي لهم أسماء وبصمات ببطولات الجمهورية إن كان بالسباحة أو بالجري، طبعا تم تحقيق نتائج جيدة جدا، يعني حتى بشهادة المشرفين أو الطاقم التحكيمي والأكاديمي للاتحاد الرياضي أنه في نتائج أو في سباقات تفوقت على بطولة الجمهورية من خلال الناحية الفنية والأزمنة اللي تم تسجيلها. نعم. وبالتالي فعلا هدول كنا عم نحكي بقصة أنه الخامات الموجودة قد يصار يضمها للمنتخب، وطالما تفوقت على بطولة الجمهورية حتما رح يتم ضمها إلى المنتخب. أكيد نتأمل هذا الشيء نحن كاتحاد. اللاذقية شو كان يعني وضعها بشكل عام؟ كيف احتلت المراكز الأولى بالسباحة وحلب الثانية؟ كفرة معهد اللاذقية بالسباحة رجال حققنا مركز أول ب50 متر فراشة بالسباح صلاح زيدان. حققنا مركز ثاني بال100 متر حرة، 50 متر زهر، 50 متر فراشة كمان بالسباح صلاح زيدان حقق فيهم مركز ثاني. نعم. بالسيدات حققنا مركز ثاني بال100 متر حرة بالسباحة تيماء فشيش. بألعاب الجري كمان كان في لنا تحقيق مراكز جيدة كفرع، كان عندنا المركز الأول بال100 متر، 400 متر كمان كان في لنا مركز أول. يعني بالسباحة اللاذقية المركز الأول رجال بالرجال، والسيدات بالترتيب العام كنا نحن مركز ثاني كفرع. نعم نعم. نحن وجامعة تشرين. نعم.
بالجري كان في كمان عندنا مركز اول بال 100 متر تتابع 100 ضرب 4 وكان في عندنا كمان بال 100 متر سيدات و 800 متر سيدات مركز اول وثاني. نعم يعني مع ذلك الأداء فعلا كان بصمت بهي البطوله، بس لفت نظري انه ثلاث سباقات صلاح زيدان عم يحرز فيها الميداليه الذهبيه. ثلاث سباقات متنوعه 50 متر 100 متر زهر وفراشه، طبعا حقق فيها مركز اول لانه هو بجيد هيدي السباحات اكثر من بقية الانواع الثانيه. هلا الرياضه الجامعيه السوريه اذا عملنا هيك مقارنه الى مع جيرانها بشكل عام يعني بمحيطها العربي، كيف بتشوف مستواها استاذ بشار؟ طبعا بالنسبه للوضع اللي عم نمر فيه ببلدنا الحبيب والعمليات الارهابيه اللي عم تتم ببعض المناطق او ببعض المدن السوريه، بتوقع انه نحن كطلبه سوريين اثبتنا جدارتنا وتفوقنا وحضورنا ان كان بالمحافل العربيه او الدوليه من خلال مشاركه الاتحاد الوطني لطلبه سوريا بنشاطات على مستوى اسيا والرياضه العالميه من خلال المنتخبات المركزيه. نعم بعتقد مستوانا بالنسبه للجوار نحكي كوطن عربي جامعيه بتوقع مستوانا جيد جدا مقارنه ببقيه الدول العربية، وخصوصا انه بلدنا عم بيعاني. ان شاء الله يفرج على بلدنا ان شاء الله ان شاء الله ونصير ممتاز بدل جيد جدا ان شاء الله. هلا كان في كمان تنظيم لبطولات تانية، كان في بطولات شاطئية بمختلف الالعاب كانت العام الماضي. العام الماضي طبعا هي صارت روزناما دورية في مكتب النشاط الرياضي المركزي بالاتحاد، كل شهرين في بطولة. هلا اليوم من كام يوم خلصنا البطوله السباحه والجري، عم يتم التحضير لاستضافه بطوله كره قدم شاطئيه وطائره شاطئيه رح تكون باستضافه فرع جامعه تشرين للاتحاد الوطني لطلبه سوريا. من فتره كان في بحمص بطوله بكره الطاوله او تنس الطاوله والريشه الطائره، كمان كان في بحمص قبل بطوله بالقدم الخماسيه. طبعا بشكل دائم عم بيكون في بطولات مركزيه، ونحن كفرع عم نشارك تقريبا باغلب البطولات المركزيه اللي عم يتم اقامتها. الكره الشاطئيه كان منتخب سوريا للكره الشاطئيه عنده مشاركه بايطاليا، حتى الان لم تثبت هذه المشاركه. في بعض الخامات من الادقيه بالبطوله الشاطئيه الاخيره، يعني انا بذكر انه اثنين فقط واثنين من الادقيه هن رح يمثلوا منتخبنا كانوا بالكره الشاطئيه. اكيد ضمن البطوله الجامعيه هن كانوا لاعبين بفرع حما للاتحاد الوطني لطلبه سوريا، وهن بنفس الوقت لاعبين قدم شاطئيه، بالاضافه كان في اثنين من جامعه تشرين كمان لفرع الاتحاد الوطني لطلبه سوريا، كمان هن لاعبين بالمنتخب الوطني للقدم الشاطئيه. بموضوع تثبيت المشاركه طبعا نحن مثبتين مشاركه سمعناها من الاتحاد، بس حتى التاريخ ولم يتم يمكن ارسال الدعوه او شيء، فالموضوع ما بقدر نعم ما صار شيء نهائي بهذا الموضوع. هي جانب يتعلق بالاتحاد الرياضي. نعم البطولات الجامعيه بشكل عام القاريه والعالميه شو صار بطولات استاذ شادي؟ في بطولات طبعا اي بطوله عم يندعى عليها الاتحاد الوطني لطلبه سوريا عم يتم مشاركه فيها، شارك بالطائره الشاطئيه عده مرات الاتحاد، مره بتايلاند مره بالصين، وحقق مراكز جيده. نعم شو كان ترتيبنا بتتذكر؟ خامس سادس تقريبا بمشاركه ضخمه جدا. مشاركة يعني اذا حكينا الصين مع ذلك في مشاركات عملاقه من أكيد اسيا. اكيد على الرغم من كان وجود منتخبات قويه جدا وثابته جدارتها عالميا يعني. يعني انت كنت مسافر معهم وقتها بالصين بهي البطوله؟ كان رئيس مكتب النشاط الرياضي المركزي زميل عامر طلاس. وين طلعت خارج سوريا استاذ؟ انا طلعت مره واحده على مهرجان الشباب العربي بالاسكندريه. نعم 2009. في تجربه سمعت عنها او لفتت نظرك فرضا تحب انه نحن كرياضه جامعيه يعني نمشي بطريقهم؟ مثل كيف؟ يعني تجربه مثلا الصين، تايلاند. طبعا اكيد نحن بنتمنى يكون طبعا تكون الامور بخير ببلدنا لحتى نطبق تجارب خارجيه مثل تجربه الصين، لان الصين متفوقه ما بس تكنولوجيا كمان صحيح. متفوقه رياضيا حتى البطولات اللي بتحصل وخصوصا عدد الميداليات وخصوصا بالالعاب الاولمبيه او الالعاب الرياضيه الجامعيه هي متميزه فيها بفرقها. نتمنى يكون يتحسن الوضع ببلدنا ونقدر نطبق ولو جزء بسيط منها، لان عندنا الخامات موجوده وعندنا المدربين وعندنا الطاقة الشبابية السورية اللي هي جاهزة قادرة على صنع أي إنجاز. نعم شو في شيء هيك نشاطات قادمة أستاذ بالنسبة لفرعكم؟ فرعنا هلا رياضي وغير رياضي إذا
كنشاط رياضي عم نحضر لإقامة مع بدء العام الدراسي الجديد طبعاً، عم نحضر لإقامة مثل العادة اللي هو ماراثون الجري أو سباق الجري ضمن أحياء مدينة اللاذقية، اللي هو دائماً بيكون تحت عبارة دعم للجيش العربي السوري، اللي هو داعم لبطولات وانتصارات الجيش العربي السوري. العام الماضي بداية العام الدراسي ركضنا داخل أحياء مدينة اللاذقية ولبسنا عبارات بتعبر عن دعمنا للجيش العربي السوري. طبعا كانت مسافة السباق لحدود تقريبا 3.5 كيلومتر. لكم أكثر من نشاط، حتى كان في نشاطات حتى على الكورنيش كمان البحري، حتى كنشاطات فرع عم نحضر كمان نشاط لأبناء الشهداء اللي ضحوا بحياتهم رحمهم الله. رح يكون نشاط أبناء الشهداء هو دعم معنوي ونفسي لأبناء الشهداء ليعرفوا القيمة اللي قدموها. صحيح. أكرم من في الدنيا وأنبل البشر. أكيد بني البشر. بالإضافة لعدة نشاطات كمان عم يتم التحضير لفرقنا اللي رح تشارك البطولة الرياضية الجامعية الشاطئية قريبا إن شاء الله. قريبا طبعا كان في عنا كمان جملة من النشاطات السابقة، كان عنا طلعنا زرنا أبطال الجيش العربي السوري الموجودين بالخطوط الأمامية الأولى للدفاع عن مدينة اللاذقية في ريف اللاذقية الشمالي. وقدمنا جزء بسيط لنعبرهم عن امتناننا، ولو كان رمزي. نعم، ولو كان رمزي، اللي هو عبارة عن وجبات أطعام. طبعا اشتغلناها نحن كطلاب ونفذناها بالمعهد الفندقي وطلعنا لعندهم وشاركناهم الطعام لأبطال جيشنا. بالإضافة لعدة نشاطات كان فينا تكريم شهداء، أسر شهداء، زيارة أمهات شهداء والاطمئنان على وضعهم، وتقديم بعض الهدايا الرمزية اللي هي لا تعبر شيء تجاه التضحية الكبيرة. صحيح. اللي هن قدموها أو بذلوها. كان في عندنا حملات تبرع بالدم لأبطال الجيش العربي السوري، أقل ما يمكن أن نفعله فعلا جميعا. نحن بختام لقائنا الأستاذ شادي جبور رئيس فرع الاتحاد الوطني لطلبة سوريا لمعاهد اللاذقية، شكرا جزيلا لتشريفك. شكرا لكم وشكرا لإضاءتكم على البطولة، وأتمنى دائما التوفيق للجميع. أهلا وسهلا فيك. شكرا لمتابعتكم مشاهدينا الأعزاء، نلتقيكم يوم الأحد القادم إن شاء الله مع حلقة جديدة.